هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم الأنباء، موجز أخبار الثامنة صباحا مع الزميلة دينا شرف. نرجع لك مرة تانية دينا، تفضلي. شكرا لك محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مستعرضا الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. كما اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. استقبل الرئيس السيسي رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندرلاين بحضور سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية. وصرح متحدث الرئاسة أن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وخلال اللقاء شدد الرئيس السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. ومن جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد. كما شدد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه فيه رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم جولة تشمل عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة بهدف دفع مسار وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت وزارة الخارجية أن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد عباس في كلمته إلى الرئيس بايدن أنه يتحمل دون غيره مسؤوليات خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتدخل الفوري لوقف العدوان. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة أن تحكم السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد نهاية التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وشدد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة واشنطن بوست على ضرورة عدم حدوث تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو إعادة احتلال للقطاع. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئاسي بمحافظة القاهرة وفدا من النقابة العامة للاتصالات. وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الذي ثمن نشاط النقابة في توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية لأعضائها. كما أشار فوزي إلى إنجازات القيادة السياسية على كافة المستويات التي تهدف لتحسين معيشة المواطن وخصوصا في تطوير البنية التحتية وتطوير الأمن والاستقرار.
قال رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين إن أنظمة الدفاع الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا وكانت متجهة صوب موسكو. وأضاف المسؤول الروسي أنه لا توجد أضرار أو إصابات نتيجة سقوط الحطام، لافتا إلى أن خدمات الطوارئ وصلت إلى موقع الحادث. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.